هيا حارس هيا، فلقد هاجر أخونا عياش مع عمر بن الخطاب إلى المدينة. سيعود عياش رغم أنفه، رغم أنفه. أخشى من وحشية إخواتي أبي الحكم والحارث. وكان عياش بن أبي ربيعة مسلما مهاجرا إلى المدينة، ومع شدة إيذاء قريش للمسلمين خرج أبو بكر مهاجرا من مكة ليسلم من أذاه. إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ ارجع معي، فأنت من الآن في جواري. فعاد أبو بكر مع ابن الدغنة إلى مكة. نحمد الله أن وصلنا إلى المدينة سالمين يا عمر. يا عياش، إن أمك قد نظرت ألا يمس رأس هاموس وألا تستظل بشمس حتى تراك. فرق قلب عياش على ما رفضه عمر من رجوع عياش إلى مكة، فأعطاه عمر ناقته لسرعتها وقوتها. هذا هو هشام بن العاص، أمسكوا به فقد خرج مهاجرا. اتركوني اتركوني، فليس لي فيكم حاجة. تعال معنا لتذوق العذاب والتنكيل. هيا هيا. هذا هو الإسلام يا خالة. الإسلام يساوي بين الأبيض والأسود؟ نعم، بين من ظلم وتجبر ومن ذاق ويلات التفرقة والعبودية. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أتريد أن تترك دين الآباء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله متم نوره ولو كره الكافرون. أين عياش بن أبي ربيعة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى بالله وكيلا. لن تنفعك هذه الأساطير. صف لي يا أبا الحكم، ما حال أمي؟ يا عياش، إن بعيري قد استغلظت
فخذني معك على ناقتك. هيا يا أبا الحكم. اربطه يا حارث وشد وثاقه. ما زال الغدر وما زالت الخيانة في دمكم أيها المشركون. أتريدون أن تتفضلوا علينا بدين من ابتداعكم أيها السفهاء؟ هيا. يا معشر قريش، افعلوا هكذا بسفهائكم مثلما فعلنا بسفيهنا هذا. وأقام رسول الله بمكة منتظراً الإذن بالهجرة. وكان أبو بكر دائماً يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحباً. فيطمع أبو بكر أن يكون هو. لا أدري كيف يأتي إلى الناس من يخرجهم من الظلمات إلى النور ثم يعادونه كل هذا العداء. يا عياش، ولو شاء لهداهم أجمعين. إني أتألم أكثر، ليس من دمي وجراحي، بل من عداء العبد لربه يا هشام. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فاصبر واحتسب يا عياش.